استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصقير هذا اليوم فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة والوفد المرافق بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وذلك بمناسبة زيارة فخامته الأخوية لمملكة البحرين. جرت لفخامة الرئيس الفلسطيني مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الصخير حيث توجه جلالة الملك المفدى وضيف البلاد الكريم إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني الفلسطيني والسلام الملكي البحريني. سلام دولة فلسطين والسلام الملك البحريني سلام. قف استاذن جلالتكم بتفقد حرس شرف سيد. بعد ذلك تفقد جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس محمود عباس حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما. Thank you.
ثم صافح الرئيس الفلسطيني كبار المسؤولين من الجانب البحريني، كما صافح جلالة الملك المفدى أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس محمود عباس. بعدها عقد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى اجتماعا ثنائيا مع فخامة الرئيس محمود عباس، تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية الطيبة الوطيدة، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات على الساحة العربية، لا سيما تطورات القضية الفلسطينية ومجمل الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي. بعد ذلك عقدت جلسة المباحثات بين جلالة الملك المفدى وفخامة الرئيس الفلسطيني، حضرها وفد البلدين وعدد من المدعوين. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء بمناسبة زيارة فخامة الرئيس الفلسطيني إلى مملكة البحرين، وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بالعالمين. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ الرئيس، ضيوفنا وحضور الكرام، يسعدنا كما هو الحال دوما أن نرحب بكم
في ربوع بلدكم الشقيق الذي يكن لكم بقيادته وشعبه كل محبة وتقدير، والذي يقف مسانداً في كل الأوقات والظروف لقضيته الأولى من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم يحفظ للشعب الفلسطيني الأبي حقه الأصيل والمشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وسيظل شعب البحرين مقدراً وممتناً للمواقف النبيلة والكريمة للشعب الفلسطيني على مر تاريخنا المشترك، والذي لم يتردد يوماً عن مد يد الخبرة والعلم والمعرفة ليساهم في إثراء مسيرة بناءنا الوطني التي لن تنسى أبداً عطاء وإسهام المخلصين من إخوتنا الأعزاء. أخي العزيز أبو مازن، يطيب لنا في هذا اللقاء المبارك أن نمنح فخامتكم وسام القلادة الخليفية للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لجهودكم المشهودة في سبيل الدفاع عن قضايا أمتنا العربية ومساعيكم الجادة نحو تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، وللتأكيد على دعم البحرين المستمر لحق الشعب الفلسطيني من العيش في سلام ورخاء تحت راية دولته المستقل، وبما يحفظ أمن واستقرار وطننا العربي الكبير، كما يشرفنا تكرمكم بمنحنا وسام القلادة الكبرى، وهي لفتة أخوية طيبة نشكركم عليها ونعتز بها أشد الاعتزاز. أخي الرئيس، إن العلاقة الأخوية الوثيقة التي تجمع شعبينا ستبقى عنواناً لشراكتنا المميزة ومسيرتنا الإنسانية الواحدة نحو نشر وتحقيق قيم ومبادئ السلام والتسامح والعدالة من أجل إرساء الخير والمحبة في العالم. ويسعدنا في ختام كلمتنا أن نكرر ترحيبنا بكم وبالإخوة الأفاضل أعضاء وفدكم الموقر على زيارتكم الكريمة لبلدكم البحرين، فأهلاً وسهلاً بكم بين أهلكم وعلى الرحب والسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة بتقليد فخامة الرئيس محمود عباس القلادة الخليفية، تقديراً لدوره في دعم التعاون البحريني والفلسطيني وجهوده في الدفاع عن مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز وحدته الوطنية. كما قام فخامة الرئيس الفلسطيني بتقليد جلالة الملك المفدى وسام القلادة الكبرى، تقديراً لدور جلالته في تعزيز العلاقات البحرينية الفلسطينية ولمواقف جلالته الداعمة للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة. ويتفضل الآن فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بإلقاء كلمة بمناسبة هذه الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب الجلالة الملك، أخي رئيس الوزراء، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم سيدي صاحب الجلالة من صميم قلبي على منح القلادة الخليفية السامية التي أعتبرها تكريماً أخوياً رفيعاً من جلالتكم ومملكة البحرين وشعبها الشقيق لفلسطين وشعبها. وبهذه المناسبة
أعرب لجلالتكم عن جزيل الشكر والتقدير على ما تقدمونه من دعم لشعبنا الفلسطيني وحرصكم الدائم في جميع المناسبات على إظهار أهمية القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل لها. وكان آخرها كلمتكم السامعة في القمة العربية الأخيرة في الأردن الشقيق. وهنا نؤكد لجلالتكم وقوفنا الدائم إلى جانب مملكة البحرين وشعبها الشقيق، وعلى رفضنا المطلق لأي تدخلات خارجية في شؤونها، ونشيد بالجو الإيجابي السائد فيها. فالبحرين هي بلد التعايش والوئام، كانت ولا زالت وستبقى إن شاء الله إلى الأبد. أخي صاحب الجلالة، إننا نقدر عالياً رعايتكم لمؤتمر سفراء فلسطين الذي سينعقد غداً، وهي لفتة نبيلة نشكركم يا صاحب الجلالة عليها، وهي دليل أكيد على عمق العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين. أخي صاحب الجلالة، يسعدني في هذه اللحظات التي ستبقى خالدة في ذاكرتنا، ويشرفني باسمي شخصياً وباسم شعبنا الفلسطيني الذي يكن لجلالتكم ولبلدكم وشعبكم الشقيق عظيم التقدير والمحبة، أن نقدم لكم القلادة الكبرى لدولة فلسطين تقديراً لعطائكم ودفاعكم المخلص عن قضية أمتكم ومصالحها القومية العليا. سائلين الله أن يحفظكم وبلدكم وشعبكم، ويديم عليكم نعمة الصحة والسعادة والتوفيق في قيادة وطنكم نحو المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار. عشتم يا صاحب الجلالة الأخ الحبيب، وعاشت مملكة البحرين وشعبها، وعاشت فلسطين والأخوة البحرينية الفلسطينية، وعاشت أمتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد أقام جلالة الملك المفدى مأدبة عشاء تكريما لفخامة الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق. We'll be right back.
كما كان سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مقدمة مستقبل فخامة الرئيس الفلسطيني لدى وصوله إلى البلاد في زيارة أخوية لمملكة البحرين، كما كان في الاستقبال سعادة وزير شؤون الإعلام وسعادة سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين وسعادة محافظ محافظة المحرق. وقد تشكلت بعثة الشرف برئاسة سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام. علاقات وثيقة منذ القدم ازدادت قوة وثباتا في ظل ظروف استثنائية دقيقة. هذه هي العلاقات البحرينية الفلسطينية، فالأصل العربي الواحد صاغ مفردات هذه العلاقة قديما لتمتد بشكل أكثر عمقا وبمنطق يحمل الكثير من معاني التضامن بعد أن احتلت الأرض وتحولت العلاقات الثنائية إلى قضية العرب الأولى. موقف راسخ وثابت تؤكد عليه البحرين دوما بأن المملكة لن تبخل بأي جهد من شأنه الإسهام في الوصول إلى السلام الدائم والشامل في دولة فلسطين، وأن الدعم لن يتوقف حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والمتمثلة في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، عبر إنهاء الاحتلال لكل الأراضي الفلسطينية ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية. هذا الدعم تجلى بوضوح في جهود عاهل البلاد المفدى في دعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات السياسية والإنسانية والتنموية، والتي تترجمت عبر المشاريع الهامة التي قامت بتنفيذها المؤسسة الخيرية الملكية في فلسطين. وقد جاءت تصريحات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية لتؤكد هذا النهج، حين أكد أن المؤسسة سوف تستمر في تقديم المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين وفي تنفيذ المشاريع التنموية على غرار ما تم تنفيذه سابقا، ليضيف سموه أن هذه الجهود إنما هي من باب الواجب الذي يمليه علينا الدين الحنيف وروابط الأخوة مع الأشقاء في فلسطين، وهو شرف نفتخر ونعتز به. إن هذه المشاعر الأخوية والمواقف الثابتة تتعزز في كل زيارة يقوم بها المسؤولون الفلسطينيون إلى مملكة البحرين، وعلى رأسهم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث يتجدد التأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية والظروف الإنسانية.